ومن فضائل العلم أن الله عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من آية في القرآن فيها كلمة سلطان إلا تدل على العلم، سلطان الحجة، سلطان الحجة. كل آية إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة بهذا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من علم وحجة. كل كلمة سلطان في القرآن حجة إلا في موضع واحد. هل هو بمعنى الحجة كالآيات السابقات وكل ما ورد في القرآن؟ هذا قول. أو أن السلطان بمعنى الملك والمال، والآية تحتمل هذين المعنيين. ما هو الآية؟ هلك عني سلطانية. صاحب كتاب الشمال نسأل الله السلامة والعافية يقول: هلك عني سلطانية. هل هلك عني مالي أو قوتي أو حجتي وعلمي؟ كلا المعنيين داخلان وتحتملهم الآية. فدل هذا على ماذا؟ على أن العلم سلطان، العلم سلطان. سلطان على من؟ سلطان على الجهال، سلطان على الجهال. فيقول ابن القيم رحمه الله: فإنك وإن رأيت من يظهر العناد والمكابرة فإن لك عليه سلطة بالعلم، فهو ذليل مقهور لكنه يكابر ويعاند. وهذا إن دل يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يعارض العلم الشرعي الصحيح من الكتاب ومن السنة. وهذا يحصل في وسائل التواصل أو في القنوات الفضائية، حتى في بعض التغريدات أو بعض التعليقات على مقاطع وما شابه ذلك لأحد العلماء. العالم يسرد النصوص الشرعية ويأتي أحدهم ويكتب تعليقا ويقول: والله في هذا التحريم نظر أو في هذا الحكم نظر. سبحان الله، إن كان هذا العالم يتكلم من غير دليل شرعي فقولك صحيح فيه نظر، لكن إن كان يتكلم بدليل شرعي فعليك أن تبين بأدلة من عندك على أن ما قاله من هذه الأحكام فيها نظر. ما يأتي إنسان ويشوش على الآخرين، لما يأتي مقطع لعالم أتى بالنصوص الشرعية يأتي ويعلق بأسهل ما يكون والناس يظنون أنه على حق، فيه نظر أو يحتاج إلى تأمل. سبحان الله، لأنه ذليل مقهور. وإن أظهر المعاندة والمكابرة